كده؟ طيب عظيم. خلينا بقى نروح لموضوع مهم جدا، احكي لك التفاصيل الجديده كلها فيها علشان تبقى انت في الصوره. وفقا للاخبار الرسميه، دايما في الامور اللي شبه كده انا احب اتعامل دايما مع كل ما هو رسمي. في القصه بتاعت الاستئناف والعقوبه وكهربا والقصه كلها باختصار شديد، اتحاد الكوره اعلن انه في اجتماع بكره للجنه الاستئناف ان شاء الله باذن الله. حلو كده الكلام؟ يعني في اجتماع بكره للجنه الاستئناف، ولجنه الاستئناف هي لجنه التظلمات، هي مسميات واحده، الاستئناف التظلمات هي واحده. وطبعا بيقودها القاضي الجليل عادل الشرباجي. ماشي كده؟ من المفترض النظر في كل العقوبات اللي اقرتها لجنه الانضباط. وخليك معايا واحده واحده عشان برضو ما تتوهش مني، عشان احكي لك بالظبط اللي طلع من الاهلي واللي طلع من الزمالك. الزمالك النهارده رسميا برضو اعلن انه في الغد سيكون هناك اجتماع مجلس اداره طارئ وعاجل للتعامل مع هذا الموقف. من ناحيه تانية، النادي الاهلي تحرك شويه كان مفاجئ، وهو انه ذهب للقضاء الاداري للطعن اصلا على شرعيه لجنه الانضباط. مش فكره شرعيه القرارات اللي خرجت من لجنه الانضباط، هو طعن على شرعيه لجنه الانضباط. فرق ما بين لجنه الانضباط ولجنه التظلمات او الاستئناف. لجنه التظلمات، اللجنه الاولانيه يعني اللجنه اللي خرجت العقوبات، هي لجنه الانضباط. فالاهلي طعن عليها في القضاء الاداري. بكره هيبقى في اجتماع للجنه، لجنه التظلمات او الاستئناف، علشان تبص في الموضوع. ففي تساؤل مهم، هل اللجنه، لجنه الاستئناف او لجنه التظلمات، بكره في اجتماعها ممكن تنتظر ما سينجم عنه الحكم الخاص بما قدمه الاهلي من دعوى امام القضاء الاداري للبت في شرعيه لجنه الانضباط، وبالتالي ياخد بناء عليها قرار فيؤجل قرارها؟ ده تساؤل. لسه لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي كل ده رسمي، انما مفيش اي حاجة تانية غير رسمية، لانه زي ما انت عارف تكهنات في المواضيع اللي زي ديت بتبقى صعبة، لانه بيبقى في اتجاهات مختلفة. فهل هتنتظر اللجنة، لجنة التظلمات، تنظر في الدعوة اللي قدمها النادي الاهلي بعد ما يخرج الحكم وبالتالي تاخد قرار، ولا بكرة هتاخد قراراتها؟ ده اللي احنا هننتظره ونشوفه بكره مع بعض. ده عشان حضرتك تبقى موجود معانا في الصوره.